الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح الشفاء بتعريف شرح الحكم العطائية. وكنا تكلمنا بالأمس في حكمة غاية الأهمية، متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا رزقك الطاعة والغنى بها عنها فعلمت، ما احنا شرحناها بقى بالأمس، لأن حكمة اليوم مرتبطة بها، فأنا بس بذكرها علشان نعرف نربطها باللي بعده. متى رزقك الطاعة في الظاهر والتحلي بأنوار الشريعة ظاهرا على الجوارح، والغنى بالله عنها، أي لم تنظر إلى الطاعة ولكن نظرت إلى فضل الله ذلك بقلبك متوكلا على الله فرحا بالطاعة لأنها برزت من الله فيك ولم تبرز منك إليه، فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. فإن كنت راضيا بقدر الله وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، فقد تحتاج للطلب والسؤال. الراضي والمرضي ليس عنده شيء يطلبه، ولكن للتحقق بمقامات العبودية لابد أن تسأل، والدعاء مخ العبادة. فإذا كان ولا بد وأن تسأل وقد صرت راضيا مرضيا بما أقامك فيه، فاسأله ما طلبه هو منك. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما طلب منا الاستقامة، الدعوة بتاعتنا اهدنا الصراط المستقيم، لأن أنت بتطلب ما طلبه هو منك، لأن أفضل ما تطلبه منه هو ما طلبه منك. فهمت المعنى بقى؟ وعشان كده ده معنى الحكمة. وقال رضي الله عنه: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منه سبحانه ما هو طالبه منك. ولذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ: إني أحبك، وعلمه كلمات: لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه طلب منك ذلك سبحانه، طلب منك أن تذكره واذكر الله ذكرا كثيرا، وطلب منك أن تعبده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فطلب منك العبادة وطلب منك الذكر. ولذا تطلب منه ما هو طالبه منك، لأنه لو لم يوفقك فيما طلبه منك ما فعلته، لأنك لا تفعل إلا بالله. فهمت المعنى؟ خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. طالب منك الاستقامة في الظاهر والتحلي بأنوار الشريعة في الظاهر على الجوارح مع تمام التسليم للقلب لجريان معنى الحكمة ومعنى القدرة، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق وأمرهم بالشريعة كما أمرهم بالحقيقة، وفي الحقيقة يكفر بالله كثير من الخلق وقليل منهم من يلتزم بذلك. فإذا نظرت للحقيقة تقول: دون الشريعة. قد يطرأ على ذهنك أنه إن أراد أن يجعلك من أهل الجنة فسوف يهديك إلى الطاعة، فلا شيء تفعله أنت، وهذه الحجة التي يتحجج بها العصاة، فيجلس في المعصية ويتكلم كلام بالحقيقة، يقول: لو شاء أن أعبده لعبدت، ولو شاء أن أطيعه لأطعت، ولكن لم يشأ ذلك استمر هو في المعاصي، ولكن لم يحتج بهذه الحجة أهل الطاعة. فلما غيب الله سبحانه وتعالى الجبر
في الأكوان حيث أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأظهر الاختيار في بعض الأفعال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكان ثم هناك علاقة غريبة عجيبة لا يدركها كل الخلق أو معظم الخلق، وهي العلاقة بين الجبر وهي المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبين سؤال الله عباده عن أفعالهم، والله خلقكم وما تفعلون. فإذا كان خلقنا وما نفعل فلما يسألنا، وإن كان لا مشيئة إلا مشيئته فلما يعاقبنا، ولما هناك نوع من الغموض في هذه العلاقة، وهي العلاقة التي إذا انفكت لظهرت الحكمة في الخلق، ولكن استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها. فالعارفون الواصلون مع الله قائمون بالشريعة استسلاما للحكمة، معتمدين على فضل الله نظرا للحقيقة. واضح؟ ولذا إذا نظر لأهل المعصية ينظر عليهم بالشفقة، لا ينظر عليهم ولا ينظر إليهم بالكره والبغض، ولكن ينظر إليهم بالشفقة لسبق الشقاوة عليه. وإذا نظر لنفسه وفي حال الطاعة ينظر لنفسه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذه الطاعة، فلا يجد لنفسه فضل. فإذا أراد أن يسأله حيث لا فضل منه، والفضل كله من الله، يسأله ما طلبه منه تحقيقا للحكمة وتعرفا على القدرة. فهمت المعنى؟ فالله سبحانه وتعالى طلب منا في الظاهر الانقياد لأمره والانتهاء عن نهيه والاستسلام لقهره والرضا بقضائه وقدره، هذا هو الذي طلبه منه. فإذا سألت الله فاسأله هذه المعاني، فإذا أعطاك هذه المعاني فقد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. والسؤال لتحقق العبودية، لأن الله سبحانه وتعالى علمه بحالك يغنيك عن سؤالك إياه، لأنه هو عليم. طب ليه تسأله؟ طب ما هو عارف إيه اللي تعبك وإيه اللي قلقك وإيه اللي أنت عايزه، عارف ليه بقى بتسأله؟ تحققا لذلة العبودية والتذلل إلى الله، وافتقارا إلى الله، مع كمال الرضا بما أقامك الله فيه. يبقى تسأله تذللا لا تعلقا، لكن القلب تعلقه بالله مرضي بما أقامه الله فيه، والسؤال للتذلل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتذللوا له، لأنه قاهر فوق عباده. سيدنا الجنيد كان يقول إيه؟ اللهم وكل سؤال فعن أمرك لي بالسؤال، فاجعل سؤالي لك سؤال محابك، ولا تجعلني ممن يتعمد بسؤاله مواضع الحظوظ، بل يسأل القيام بواجب حقك. لأن الإنسان لما يبقى عنده لسه حظوظ نفسه هيقعد طول النهار يسأل إيه؟ يسأل طلبات بقى نفسه، عايز الحظوظ، بيسأل الحظ، يبقى لسه ما زالت نفسه فيها الشهوة، وما زالت نفسه متشوفة لسوى الله، فبيسأل سوى الله، يعني يريد أن يأنس بما سوى الله. وحتى ولو كانت جنة وحورعين، شوف حتى إيه، حتى ولو جنة وحورعين، أما العارفون فلا يأنسون إلا بالله ولله. للتذلل والعبادة وإظهار الافتقار مع كمال رضاه، ويضرش ما يضرش. الطلب مش معناه الافتقار إليه ولا التذلل له، ولكن عشان يعلموا الناس أنهم إذا طلبوا لا يطلبوا إلا من الله، ولكن لو طلب مهما طلب للافتقار إلى الله، ولكن لو لم يعطيهم هم راضين. فهم بلسانهم مفتقرين وبقلبهم مستغنيين. فهمت المعنى؟ هو ده حال العارف بالله.
ما أنت لو طلبت الذرية أو المال أو أي شيء من الأشياء وما أعطكش إياها وأنت متعلق له هتسخط، والسخط ليس من حال أهل الرضا. يبقى أنت بتطلب افتقارا إلى الله وإظهار للافتقار مع كمال الرضا القلب. ولذا الولي لا يريد أن يتحول من مقام أقامه الله فيه حتى يحوله الله. فإذا أقامه في الغنى لا يسأل الفقر، وإذا أقامه في الفقر لا يسأل الغنى، وإذا أقامه في العافية لا يسأل المرض، وإذا أقامه في المرض لا يسأل العافية. فهو كل إرادته القلبية. يبقى السؤال محله اللسان والتعلق محله القلب. القلب متعلق بالله والسؤال في اللسان للتذلل وللعبادة ولكمال الافتقار. ثم بعد ذلك يتكلم على حال المغترين بالله، حال الإنسان المغرور بالله. إيه هو؟ الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامة الاغترار. الحزن هو التحسر على فوات شيء. فإذا حزن الإنسان على فوات الطاعات منه مثلا بسبب تقصيره فيها عمر أو فترة من عمره، تذكر أنه ضاع من عمره 20 عاما مثلا لم يصلي في المسجد فريضة سوى الجمعة مثلا، ولم يشفق على المسلمين ولم يهتم بأمرهم ولم ينصحهم، وكان عنده حرص شديد على الدنيا أدى ذلك إلى ظلم بعض الناس وإلى أخذ حقوقهم والتعدي عليهم باللسان وباليد وبغير ذلك. تذكر واسترجع ذلك في ذهنه فوجد أنه قصر في ذلك كله، ثم لم يترك ما هو فيه من تقصير وينهض للطاعة. هو مجرد أنه تحسر بس كده، ده علامات الاغترار. لكن ويسموه حزن الكاذبين، لأن في حزن الكاذب وحزن الصادق وحزن الصديق. الحزن وهو التحسر على حسب نوع الحزين. إن كان كاذب يتحسر على ما فاته من الطاعة ولا ينهض لفعل الطاعات اللي المطلوبة منه في الحال، مش يعوض حتى اللي فاته، لا ده حتى اللي مطلوب منه في الحال ما ينهضش لعمل، لكن هو متحسر، ده حزن الكاذبين. فهمت؟ الحزن، خليك معانا ما تسرحش في حاجة غير اللي بنقولها، لا خليك في المعنى اللي احنا بنقوله عشان تركز. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها في الحال، دي من علامة الاغترار، وده حزن الكاذبين. أما الصديقين، أما الصادقين فيحزن على ما فاته وينهض في الحال لفعل المطلوب منه. كويس؟ مع الجد والاجتهاد. الصديق يحزن على ما فاته ويجتهد في الطاعة المطلوبة في الحال ويحاول أن يستدرك ما فاته، يبقى بيعمل أزيد من المطلوب في الحال، ده الصديق. والواصل ما عندوش حزن أصلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم في جنة المعرفة خلاص. يبقى في حزن، الحزن ده للكاذب أو الصادق أو الصديق، أما الواصلين فلا يحزن، خلاص وصل لمقام لا يحزن. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ فإذا وجد الله لا يحزن على شيء خلاص، يبقى لسه ما وصلش. الواصل خلاص أصبح وصل لمرحلة حس إن خلاص إن ما فيش حاجة تحزنه، لأنه بقى في الجنة والجنة ما فيهاش حزن. جنة المعرفة قبل جنة الخلد، الجنة ما فيهاش حزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فالجنة ما فيهاش حزن خالص. فالواصل
الى جنة المعارف خلاص ما بقاش عنده حزن. دول انبياء واصلين. الولي نهاية الولي بداية النبي، ونهاية النبي بداية الرسول. مش كل نبي رسول، في أنبياء ومش رسل. ليس كل نبي رسول ولكن كل رسول نبي، على خلاف المذهب. هو ده الراجح. فأقصى ما يصل إليه النبي من مقام ده بقى بداية الرسول، بداية مقام الرسول يبتدي من هنا بداية، ونهاية مقام الرسل الرسول بداية أولي العزم، بداية أولي العزم الخمسة، وآخر مقام في أولي العزم بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت فين بقى جاي تكلمني على سيدنا سليمان وإحنا بنتكلم على مقام الناس الأولياء؟ اه ده حال بقى حال. طب ما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغل بالجهاد عن صلاة العصر فصلاها عند غروب الشمس. طب ما هو الخيل ده الجهاد، وسيلة الجهاد، فما كانش معصية، لكن ده لكمال الحساسية، لكمال الحساسية. معلش ما يجراش حاجة، هو الخيل ده مش هو ده الجهاد، مش دي أداة الجهاد؟ فهو كان مشغول في الجهاد، هو بقى اعتبرها كده، خاف لحسن يكون شغل بيها، واخد بالك ازاي، علشان يعلم الناس ان ما تشغلش بالاداة عن الله عز وجل، ادي المعنى بس، لتعليم الناس. اما النبي فلا يغيب حاله مع الله في اي حال من الاحوال. فالواصلون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص ربنا يوصلنا، اللهم ايه يا واصل المنقطعين اوصلنا اليه. وقال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده احنا قلناها كتير، الاطمئنان والاستراحة. تلاقيه مستريح ومطمئن، الناس كلها مكفهرة وتعبانة وقلقانة وزهقانة وطهقانة، وهو قاعد كده عادي خالص، مفيهوش مشاكل، عنده جميع مشاكل الدنيا، تلاقي عنده عياله تعبانين وعيانين، وهو مفيش معاه ولا مليم، ويمكن تعبان ومريض وبتاع، لكنه قاعد كده مستريح مبسوط ما يشتكيش. دي اول حاجة فيه، يزوقش حاله في حاله مع الناس، لا شكوى، مع كمال الرضا. حاله مع الله الانشغال في الطاعة مع ترك الحظوظ. فهمت؟ تلاقيه باستمرار مشغول في الطاعات وترك حظوظ نفسه، مع كمال الرضا والاطمئنان. كويس؟ ثم بعد ذلك دوام الذكر والخوف من الله مع كمال المراقبة. دي الحال، دي حال بداية الولي، دي بداية الولي، لازم يكون كده الأول. بعد كده بقى ربنا يرقيه، لأن درجات لا يعلمها إلا الله. إنما ما تلاقيش ولي مكفهر إلا أحيانا ربنا سبحانه وتعالى. كنا شفت، أنا شفت أولية كده يجي له قبض، ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليه بصفة القبض، فتلاقيه مقبوض، مقبوض من الخلق مش من الحق، ومقبوض من نفسه، اللي الناس يقول لك انا صدري مقبوض، ما يأنس بالناس، لا يأنس الا بمفرده مع الله، واخد بالك. ففي ناس كده، وفي ناس ربنا يتجلى عليهم من الاولياء بالبسط، تحب تقعد معاه ويحب يقعد مع الناس، زي الشيخ اسماعيل صالح العدل كان يغلب عليه البسط. وشوفنا اولياء تانيين يغلب عليهم القبض، بس مش هقول لك اسمائهم حتى لا يكون القبض غيبه. دي مساله تانيه يا سيدي، دي مساله تانيه. احنا بنتكلم في الاحوال الاولياء، مش في الانبياء ولا الرسل. الانبياء والرسل دول مقامهم عالي. ثم يقول بعد ذلك
ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. أدي علامة من علامات العارف برضه، بس دي علامة دقيقة شوية ممكن ما تلاحظهاش في كل عارف. أنا شفتها في الشيخ محمد زكي إبراهيم، لكن أهي ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. فهمت؟ يعني ما العارف؟ يعني ليس العارف بالله. من إذا أشار يعني قلبه تعلق، لأن في حاجة اسمها إشارة وعبارة، واخد بالك ازاي؟ ورمز. العبارة اللي هو اللفظ الصريح الواضح اللي كل الناس تفهمه، والإشارة اللي هي لفتة، والرمز لا يدركه إلا أهل التخصص، زي مثلا الكيماويين لهم رموز معينة، كذلك أهل المعرفة بالله لهم رموز يرمزون به. فممكن تلاقي يرمز بكلمة كرمز بينهم يفهمها العارفون وما يفهمهاش بقية الناس العارفين في الجامع، واخد بالك ازاي؟ لا، ربنا يلقيه فهم هذا في الحال كده، فهم؟ برمز هو دون عن الأعدي. وقد يقول عبارة واضحة يفهم منها الولي حاجة تانية، زي مثلا مالك بن دينار كان ماشي في السوق، واحد بيقول ايه، بياع بيقول زعتر بري، زعتر بري، بيبيع زعتر بري، بيقول زعتر بري، هو سمعها ايه؟ سمعها ايه الاشارة؟ اسعى ترى بري، اعتبرها دي اشارة من الله ورمز له. فهمت ازاي؟ فالعارف بالله بيبقى ماشي حاجة تانية، قد يسمع الاصوات اللي انت تسمعها يفهم منها عبارة تانية. فهمت ازاي؟ هو بيقول زعتر بري، هو في سماع اسعى ترى بري. فهمت؟ وهكذا في ناس كده. العارف ما العارف من اذا اشار وجد الحق اقرب اليه من اشارته. يعني العارف ما هو إذا جات له الإشارة يجد الحق؟ لا، ده كونه يجد الإشارة فيجد الحق يبقى في بينه وبين الحق مسافة لسه. مش هو ده العارف بقى. وعشان كده العارف مش محتاج الإشارة. يبقى اللي يحتاج الإشارة اللي هو في طريقه للمعرفة. إنما لسه مش عارف. فهمت؟ ما العارف يعني ليس، ما هنا نافية. ليس العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته. ليه؟ لوجود الفترة اللي فيها الغياب الحسي عن رب العالمين. هو ما عندوش الغياب ده، بل هو غايب عن نفسه في رب العالمين. فده فرق بقى. في واحد غايب في حسه عن رب العالمين فيحتاج للإشارة فيفيق، وفي واحد تاني غايب عن حسه فيحتاج للرمز لا ليفيق عن شهود رب العالمين، ولكن ليزداد رؤيته برب العالمين. دي احوال عديها، لان ممكن ما يعني الحاجات دي اصلها تذوقيه اكتر منها يعني تتشرح. بل العارف من لا اشاره له. شوف، اصل احنا هقول لك حاجه في التشبيه كده. انت دلوقتي بتشاور للبعيد، صح؟ لو حد قريب هتشاور له؟ فالعارف قريب من الله مش محتاج الإشارة، إنما اللي في الطريق إلى الله محتاج الإشارة لأنه ما زال بعيد. فهمت؟ وعشان كده العارف الواصل إلى الله لا يحتاج للإشارة لأنه صار قريب. فهمت؟ ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. لفنائه في وجود الله وانطوائه في شهود الله عز وجل. فهمت المعنى؟ وعشان كده قالوا كلام الناس اللي وصلت لهذه الحالة حاولوا يعبروا عنها بالعبارة، فالناس افتكروهم بيقولوا بالحلول. فهمت؟
افتكرهم بيعتقدوا في الحلول، لان هو بيوصف حاله مش بيوصف ربه، بيوصف حال فنائه. فلما وصل حال فنائه وقال ما في الوجود الا الله، او ما في الجبه الا الله، وبيوصف حال فنائه ان هو مش شايف حتى نفسه، واعتبر الجبه هي الاكوان، وكانه يقول ما في الاكوان موجود بحق الا الله، فاعتقد ان هو بيؤله نفسه، بس هو قالها في حال تمام غياب، فاساءوا فهمهم. ومعظم اساءة فهم الصوفية جت من مقام الفناء. الكلام اللي اتقال منهم في مقام الفناء ده هو ده اللي اساءوا فهمهم. رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الامر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. الناس يقروا الكلام ده بقى يروحوا في داهية، يفتكروا ان هو يعني كأنه بيوصف ان ربنا حل فيها. مش معنى كده. طب انا هقول لك حاجة، انت لما تبص في المراية مش بتشوف صورتك في المراية؟ هل انت حليت جوه المراية؟ انت دخلت جوه المراية؟ كذلك تجلي الله في قلب المؤمن، يتجلى فيملأه فلا يرى في قلبه إلا الله دون أن يحل الله في المخلوق. فهمت المسألة؟ والله أعلم. ده مجرد تشبيه، لكن الحاجات دي صعب تشبهها جدا، لكن علشان تفهم حالهم. فهو لما بيجي بيوصف حال تجلي الله له في قلبه، فانمحق حسا ووجودا، فلم يبقى في الوجود إلا الموجود بحق، ففنى تماما، فيتكلم بلسان الحق، كنت سمعه وبصره ويده ورجله، أي لا يتكلم إلا بي، ولا يسعى إلا بي، ولا يغضب إلا في، ولا يتعلق إلا بي. دي المعنى. فلما يجي يتكلم في الحالة دي بقى بيتكلم على لسان الحق وليس على لسان نفسه. فمن لا يفهمه يقول لك ده بيعتبر ان ربنا حل في المخلوق. هو ما قالش كده، هو ما يقصدش خالص. فهمت ازاي؟ وعشان كده تدق العبارة ولا يفهمها الا اهل الرموز، وعشان كده كلامهم داء ودواء، داء للمعترضين ودواء للواصلين. هي كده سر. فنيت به عني فبان به غيبي، فهذا ظهور الحق عند الفنى قصدا، أحاط بنا التعظيم من كل جانب، وعادت صفات الحق مما يلي العبد. الله، بقى صفات الحق بقت في العبد. كلام يودي في داهية اللي ياخده على ظاهره، لكن هي مسألة تجلي الصفات، تجلي الصفات لا حلول الذات، تجلي الصفات لا حلول الذات. فهو بيتكلم في تجليات الصفات مش في حلول الذات. فهمت المعنى؟ بس عشان كده لما تيجي تقرا كلامهم لازم ايه يعني تحسن الظن بهم. ولما كان المطلوب من العبد القيام بوظائف العبودية ومعرفة عظمة الربوبية، تشوقت القلوب الى نيلها وطمعوا في ادراكها. شوف انت اما نقعد نوصف الحال ده كل واحد فيكم وفينا نفسه يبقى كده صح ولا لا؟ يبقى يبتدي بقى يطمع، ويبتدي نفسه ان هو يرتقي، نفسه يشعر بهذه الأشياء ويذوق هذه المذاقات. يبقى بدأ بقى إيه؟ يطمع ويطمح وعايز يوصل. فيقوم يقول لك في العلامة اللي جاية بقى إيه؟ الرجاء. يبقى أنت بترجو إنك تبقى كده. ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية. إذا رجوت أن تكون من هؤلاء القوم فاعمل عمل القوم، تصل إلى ما وصلوا إليه بفضل الله، لا بفضل عملك ولكن بفضل الله عليك. أما إن رجوت أن تكون من القوم دون أن تعمل بعمل القوم، ومكست في حالك دون اجتهاد، فهذه تسمى أمنية وليست رجاء. فهمت؟ ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية. قال معروف الكرخي رضي الله عنه، زرناه في بغداد. معروف الكرخي الحمد لله ربنا من علينا وزرناه في بغداد. سيدنا معروف الكرخي شيخه سيدنا الحسن البصري،
قال ايه بقى سيدنا معروف اللي هو يقال عليه لما جاء جاءه ملك الملائكه تساله في القبر بيقولوا له ما دينك؟ قال لهم معروف. ومن ربك؟ معروف. من نبيك؟ معروف. فيقول لك الملائكه اول مره تسمع الاجابات دي، فسابوه في حاله وسالوا ربهم، قال لهم ذاك عبدي معروف اتركوه فانه معروف. واخد بالك؟ سيدنا معروف الكرخي ده كان حاجه كبيره قوي. بيقول ايه بقى؟ طلب الجنه بلا عمل ذنب من الذنوب. قاعد انت تقول يا رب اديني الجنه اديني الجنه، وانت قاعد الشيشه ببقك وقاعد في القهوه وكاس الخمره قدامك وعينيك راحه جايه على المحارم وجيبك مليان مال من حرام، تبقى وانطري بقى. ده لعب. ده ذنب بقى. كانك بتستخف بربك. فهمت المعنى؟ طلب الجنه بلا عمل ذنب من الذنوب. وارتجاء الشفاعه بلا سبب نوع من الغرور. سبب يعني سبب انك انت تعمل وسيله للوصول للشفاعه دي اللي هي بالوسائل الشرعيه. وارتجاء رحمه من لا يطاع جهل وحمق. وانت عايز رحمه ربنا وانت ما بتطيعهوش، يبقى هو ده عين الجهل والحمق. فهمت الكلام اللي يتوزن ذهب؟ ينفع في كل عصر؟ ينفع يا حاتم لكل عصر؟ ينفع لكل عصر. ينفع لكل عصر؟ اه الكلام ده ينفع لكل عصر. نقوله تاني، طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، من يطلب الخير يؤته، ومن يتقي الشر يوقه. يبقى المسألة عايزة ان الانسان يجتهد ويشد حيله عشان يوصل الى ما وصل اليه القوم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هم دول اللي سبقونا بالايمان، بتدعي لهم لانهم سبقوك بالايمان حيث انهم عملوا اعمال الايمان فسبقوك. نعم. وقد أشار الجنيد رحمه الله، الجنيد ده بقى اللي هو تلميذ معروف الكرخي، معروف الكرخي تلميذه السري السقطي اللي هو وارث حاله ومشي مع بعد كده الطريق معاه. السري السقطي وارث حاله ابن أخته الجنيد، يبقى كان خاله وشيخه، واخد بالك؟ فهنا الجنيد بقى اللي بيتكلم، كلهم وارثين عن سيدنا علي بن ابي طالب من الاصل، وسيدنا علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، فكلهم مشربهم وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الديم صلى الله عليه وسلم. قال الجنيد رحمه الله اشاره الى علم التصوف الموصل الى الله: ما اخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال، إنما أخذناه عن الجوع والسهر وملازمة الأعمال، يعني بالجهاد والكفاح ومخالفة النفس. مش الحكاية قاعدين نجادل، لا. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أعجب أحاديث النبي الحديث ده، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ده من أعجب الأحاديث فعلا، إنك أنت لو عملت بما علمك الله بوحي نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا يدي لك علوم تانية ما تعرفش تجيبها من المدارس ولا من الجامعات ولا من المشايخ. واتقوا الله ويعلمكم الله، اللي يقول لك العلوم اللدنية. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه:
إذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف العلوم من غير أن يؤدى إليها عالم علما، لأن طبيعة الروح دراكة. وكان الحسن رضي الله عنه يقول: يا عباد الله اتقوا هذه المعاني فإنها أودية النوكة الأماني. اتقوا هذه الأماني اللي هي الأمنية، اتقوا هذه الأماني فإنها أودية النوكة يحلون فيها، فوالله ما أتى الله عبدا بأمنية خيرا في الدنيا والآخرة. والنوكة بفتح النون جمع أنوك وهو الأحمق، فإنها أودية النوكة. يبقى الأماني دي أودية الحمق، ولكن الرجاء، الرجاء اللي هو إيه؟ اللي هو اللي يصحبها العمل، اللي هو الرغبة إنك تصل لشيء يصحبها عمل. ونقف على الحكمة 99 غدا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.